أفكاركم وعلم أبنائكم ولقمة عيشكم لتصونوا دولتكم التي تريدون منها حقوق المواطن. دفعتم من أمنكم واستقراركم وعلم أبنائكم ولقمة عيشكم لتصونوا دولتكم التي تريدون منها حقوق المواطن والواضحة العناصر والقائمة على العقد الاجتماعي الذي بيننا والذي يحدد الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقوانين المرعية الإجراء، لأن للمواطن حقه في أن يأمن روحه وأسرته وحريته ومعتقده وملكه في مقابل التزامه بواجباته كاملة، وهي الولاء للدولة السيدة الحرة العادلة القادرة على القيام بالتزاماتها نحو مواطنيها. إن أي خرق لأمن المواطن واستقراره وسلامته وسقوط للدولة ومعناها ووظيفتها، إن خضوع الدولة للإملاءات والهيمنة والسيطرة يجعلها دولة غير عادلة وغير حاضنة لجميع أبنائها، تصبح دولة احتلال تأخذ الضرائب عنوة وخوة، لأن المواطن الذي يشتري أمنه من دولته ولا يحصل عليه يكون قد سرق واغتصبت حقوقه. إننا لا نتحدث الآن عن شيء لا يعرفه كل مواطن في لبنان، وهذا المواطن استطاع على مدى 93 عاماً منذ إعلان لبنان الكبير أن يجتهد ويكافح ويعمل من أجل إنجاح هذه الدولة الوطنية وتحقيق عدالتها لجميع أبنائها بما هم مواطنون أفراد. إنني جئت إلى هنا إلى عاصمة المواطنية اللبنانية لأسقط أوهام المراتب والمواقع والصفات، نائباً ووزيراً، أصحاب دولة وسعادة، أصحاب فخامة، وإلى ما هنالك من أوهام نخدع بها الناس. إننا نمثلهم في دولة تموت بين أيدينا وتتقطع أوصالها وتستباح كرامات مواطنيها. جئت إلى هنا لأرتقي وإياكم إلى رتبة مواطنة، لأن المواطن هو الأساس وهو مصدر السلطات وهو صاحب الحقوق وهو صانع المجتمع، وأنني أتشرف بهذه المواطنية التي أعرف جيداً أنها أسيرة أوهام بين هذا الفريق أو ذاك وهذه الطائفة أو تلك، ليشعر الجميع بالخوف والاحتماء. إن شعور أي مواطن بالخوف هو تأكيد على زوال الدولة ونهايتها. إن أشقائنا وأبنائنا الذين تقدموا طوعاً إلى المهمة الوطنية السامية وانتسبوا إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، إنما أرادوا أن يقوموا بهذه المهمة الرسولية التي ما إن رأى المواطن زيهم العسكري حتى شعر بالأمان والاستقرار. وكل مرتكب ومخل بالأمن عندما يرى رجل الأمن يجب أن يخاف. لهذه الأسباب تطوع أبناؤنا في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ولهذه الأسباب ولم ندخر جهداً لنعزز هذه المؤسسات ونقدر هذه الوظيفة. أما وأن يشعر مواطن واحد قام بواجباته ويسعى من أجل أسرته ووطنه، فإن شعر هذا المواطن المنضبط بالخوف عندما يرى البذة العسكرية تكون تلك الرسالة الوطنية السامية التي يحملها ضباطنا وجنودنا تكون قد سقطت وتلاشت. نعم أيها الإخوة، لقد عشنا في صيدا أياماً صعبة بأوجه مختلفة وببعض وجوهها المأساوية المليئة بالدماء والدمار وسقوط الشهداء وتدمير المنازل واقتلاع الناس من بيوتها. نعم إنه الوجه الأكثر قسوة ونحن نتصدى له لآثاره ولأسبابه أيضاً. لن نتنازل حقنا في معرفة كل ما حصل وحماية حرية الناس وحرية التفكير والاعتقاد تحت سقف القانون والمؤسسات. لن نسمح بالقانون أيضاً لأي متجاوز للقانون
لأي مؤسسة انتمى أو لأي جهة سياسية، فإن وجوده في منصبه هو عقد بينه وبين المواطن اللبناني، ويعمل جاهدا ذلك المواطن ليرفع شأن وقدرات مؤسساته الأمنية والقضائية. لم نأتي إلى هنا لنعالج هذا الجانب من المأساة أو هذا الشكل من أشكال انهيار الدولة، بل جئت إلى هنا أحمل معي خوف كل أهالي صيدا والجوار، شيوخا ورجالا ونساء وشابات وشبابا وأطفالا الذين تعرضت سكينتهم وأمنهم وحريتهم بسبب غياب الدولة القادرة والعادلة. ومن حق هؤلاء فردا فردا أن يذهبوا إلى القضاء ليدعوا على من بيده مقاليد الدولة ومؤسساتها وحسن سير عملها. نعم، سنعمل منذ الآن وسنلجأ إلى القضاء بألوف الدعاوى كلما شعر مواطن بأنه أهين في وطنه تحت إشراف دولته. إنني أناشد كل محاميي طرابلس والشمال وعكار والبقاع والجبل والجنوب لتشكيل تجمعات حقوقية للدفاع عن حقوق المواطن المنتهكة من دولته، وكل أمل بأنه ستكون طرابلس في طليعة من يؤسس لهذه الجبهة الحقوقية. لقد قصرت كثيراً في السنتين الماضيتين وأنا أتفرج على طرابلس واهتزازات الأمن فيها والمكيدة التي أريد لها أن تخرج اجتماعياً وسياسياً من الدولة اللبنانية، لأنه لولا طرابلس وطرابلس فقط ما كان ليكون لبنان الكبير الذي نتمسك به اليوم وبتجربته الوطنية العميقة رغم المآسي والعثرات. إلا أننا جميعاً وبدون استثناء كل اللبنانيين على مدى 93 عاماً دفعوا ثمناً غالياً لبقاء هذا الوطن حراً سيداً مستقلاً، ولولا طرابلس والشمال لما كانت ثورة الاستقلال الثانية من أجل استعادة الدولة والمؤسسات، ولولا طرابلس وعكار لما حفظ الجيش الذي افتدوه بدمائهم في أحداث نهر البارد. لقد قصرت لأنني كنت في موقع من يتوهم بأنه جزء من السلطة والدولة والمؤسسات، واستحضرنا من ماضينا المقيت المفردات القاتلة، خطوط تماس، أمن بالتراضي، وإنما كنا عليه هو أمر طبيعي، وأن شخصيتنا الوطنية تقوم على الاقتتال والتكاره والتنابز لكي ينتهي لبنان. وليعلم الجميع أن هذه الدولة التي تنازلت عن وظيفتها في العام 75 تارك المواطن يواجه مصيره، ولست هنا بحاجة إلى تذكير أحد بعدد الشهداء والمعوقين والمهجرين والمهاجرين وحجم الدمار. كلنا عشنا تلك المرحلة السوداء. إن الدولة تكرر المأساة ولن نسمح الآن بتكرار المأساة. لن نسمح للدولة أن تتنازل عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها. لن نبقي على مسؤول يرهب الناس ويخيفهم. لن نكرر مأساة المواطن اللبناني في العام 75 حين انكفأ واختبأ تاركاً مدنه وقراه لتصبح ساحات حرب وحقول رماية. كنا نطلق النار على أنفسنا وندمر منازلنا وأعمالنا ونهجر أهلنا وأخواننا، وكنا ندعي ونتوهم بأننا نحقق أمننا واستقرارنا. لقد شاهدت في الأشهر الماضية في هذه المدينة العظيمة حركة استثنائية كنت أتمنى أن أنضم إليها، حركة الحياة المدنية التي رفعت الصوت عالياً ضد الاقتتال وضد تنازل الدولة عن مسؤولياتها. وشاهدت أيضاً باحترام كبير الماراثون الذي انطلق في طرابلس والذي يحمل إرادة الحياة والأمل، وأن الذي منعني من المجيء إلى طرابلس لأشارك في هذه الإرادة العظيمة للحياة هو خوفي من إطفاء طابع سياسي ما على هذه الإرادة. لقد ألهمتني طرابلس وأنا أتواصل مع الخائفات والخائفين من أبناء مدينتي وجوارها، ألهمتني بأن أسقط عن نفسي أوهام النيابة والوزارة والرئاسة والتيارات والأحزاب والسجالات والصراعات. لقد أرشدتني طرابلس إلى ما هو أعلى وأسمى، إلى مواطنية الفردية والتي هي صاحبة حقوق كاملة على دولتها ومجتمعها، وليس من حق أحد ولا سلطة لأحد ولا لأي قوة ولا لأي جهة سياسية ولا لأي عقيدة أن ترهب المواطن أو أن تخيفه.
وتعلمت منهم أن خضوعنا وإذلالنا وإرهابنا ما كان ليكون لولا خوفنا. إنني أناشد من طرابلس كل اللبنانيين فردا فردا، مواطنة ومواطنة، لنقول معا بكف خوف، وأن كل ما يسبب الخوف والقلق هو اعتداء على الوطن والدولة والمجتمع. لقد جئت إليكم ومعي شابات وشباب صيدا لنبدأ معا الحملة الوطنية بكف خوف التي يجب أن يوقعها كل مواطن لبناني بذاته، وسنستمر في هذه الحملة في لبنان والمغتربات، وحيث وجد مواطن لبناني صاحب حق على دولته لإعادة إحياء الوحدة الوطنية المجتمعية بما هي الوحدة الوطنية الاجتماعية الحقيقية وليس الحكومية، الوحدة الوطنية التي تقوم على قبول المواطن اللبناني للمواطن اللبناني واحترام حرية رأيه ومعتقده. إنني أعلن اليوم ومن طرابلس أيضاً أن 1 أيلول سيكون يوم المواطن الكبير في دولة لبنان الكبير الذي أعلن في 1 أيلول 1920. وسنصغي لهؤلاء الشباب من كل لبنان لكل ما يقترحونه من نشاطات واحتفالات بالمواطن اللبناني الكبير في كل أرجاء لبنان الكبير، وفي ذلك اليوم لتنطلق فعاليات المواطن اللبناني حتى الاحتفال بالذكرى 70 للاستقلال التي نريدها ذكرى تكون فيها الدولة قد استعادت وظيفتها والمواطن أمنه واستقراره. وأنني على ثقة بأن شابات وشباب طرابلس الذين احتضنونا اليوم سيجددون شباب لبنان ويعيدون له وجهه الحقيقي، وطناً ليس ككل الأوطان. عاشت طرابلس والشمال، عاش شباب الأمل، عاشت دولة لبنان الكبير، عشتم وعاش لبنان.